بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أعزائي الطلاب في ضوء مبادرة في المدارس للتعلم عن بعد أن أقدم معكم في أول لقاء لنا أحد إحدى دروس مادة الفيزياء. نبدأ النهاردة إن شاء الله في درس حسب وفق توزيع المنهج استخدام قوانين نيوتن. أول شيء بنتعرض له اليوم زي ما احنا شايفين موضوع مهم جدا وهو الكتلة والوزن. أمامك الآن يظهر في العرض مقارنة مبسطة لموضوع الفرق بين الكتلة والوزن. زي ما احنا شايفين يا شباب، لو قررنا مع بعض من حيث التعريف قلنا أن الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. أما بالنسبة للوزن فهو مقدار قوة جذب الأرض للجسم. يهمنا جدا يا شباب نفرق بين وحدات القياس، وهذا مفهوم غالبا بيكون شائع وخاطئ لدى الجميع. فلدينا الآن وحدة قياس الكتلة زي ما احنا شايفين، ها مين هيقرأ أسمع صوتك معي الآن، زي ما احنا شايفين كيلو جرام، أحسنت. أما بالنسبة للوزن فهي وحدة النيوتن، تخليدا طبعا لذكر العالم اللي درس القوة. نوع الكمية الفيزيائية زي ما انت شايف الكتلة كمية قياسية، أما الوزن كمية متجهة. وهذا يعني دائما لدينا أن الكتلة ثابتة في أي مكان، بمعنى أن أنت لو معك جسم كتلته 10 كيلو جرامات وإحنا على سطح الأرض الكتلة ستبقى 10 كيلو جرام. ذهبنا إلى سطح القمر أيضا الكتلة 10 كيلو جرامات، وكذلك في الفضاء الخارجي حيث لا توجد جاذبية فالكتلة أيضا ثابتة 10 كيلو جرام. أما الوزن فيختلف. يهمنا شيء مهم جدا يا شباب ودائما بيتكرر في أسئلة التحصيل اللي هو مقربة منا، اللي هو إزاي تحسب وزن جسم وهو عبارة عن force of gravity، قوة الوزن، وهو يساوي حاصل ضرب الكتلة ضرب الجرافيتيشن تسارع الجاذبية الأرضية. معنى تمرين سريع، تمرين سريع كده يا شباب. هذا التمرين عندنا في كتاب صفحة 109، ممكن أنت تفتح كتاب وتراجع معي. بيقول يبين ميزان يبين ميزانك المنزلي أن وزنك 585 نيوتن. المطلوب الأول ما كتلتك، ما كتلتك. جهز ورقة وقلم كده وتباني، ها يلا شباب جهز ورقة وقلم وتباني. زي ما احنا شفنا هنا عندي الوزن يساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية. فأنا الآن لو احتجت إن أنا أحسب الكتلة يبقى M هتساوي الوزن مقسوما على تسارع الجاذبية الأرضية. فلو بدأت أعرض الآن يا شباب، الوزن هو معقول في السؤال زي ما احنا شفنا إن هو بيساوي 558 أو 85 نيوتن على تسارع الجاذبية 9.8. طبعا جهز الآلة الحاسبة، طلع الناتج هيطلع طبعا بوحدة الكيلو جرام. يبقى كده احنا حسبنا المطلوب الأول في السؤال. خلينا نرجع تاني العرض ونتابع بعض أنواع القوة. عندنا ثلاث أنواع من القوة يا شباب لازم نهتم بها كويس. القوة الأولى زي ما احنا شايفين في العرض القوة المحيطة، القوة المحيطة. عندنا قوة أخرى هي قوة الشد والقوة العاملية. لو تتبعنا صورة هذا المظلي اللي بيهبط تحت تأثير الجاذبية الأرضية، فاحنا بنقول إن هذا المظلي وزن الوزن دائما تأثر، وايضا في المقابل في قوه احتكاك مع الهواء نتيجه الاحتكاك اثناء السقوط. اثناء السقوط هذه القوه التي تعيق هذا المظلي او جسم، حتى في تحاليل ترسيب الدم في مجالات الطب نستخدم هذه التقنيه. القوه المحيطه هي قوه الممانعه، اي التي تعوق او تمنع الذي يؤثر بها مائع على جسم يتحرك خلاله. وطبعا هنا المائع المعنى مين يا شباب؟ هو الهواء الجوي بهذه الكيفيه. عندنا ايضا يبقى اذا الان عندي اول نوع من القوه القوه المحيطه. تعال نكمل ونشوف النوع الثاني. اثناء هبوط الشخص مثل كره تنس تهبط الى اسفل، فان الكره لها سرعه داون ويرد. يعني ايه داون ويرد يا شباب؟ لازم يكون عندنا ثقافه علميه قليلا، اللي هي الى اسفل، متجهه الى اسفل. هذه الكره يقابلها ايضا قوه محيطه تمنعها، الى ان يحدث تساوي القوه المحيطه مع الجرافيتيشن تتساوى القوة المحيطة مع الفورس اوف الجرافيتيشن اللي هي الوزن، فيصبح
الناس انها بسرعه ثابته اطلق عليها علماء دريفت فلوسفي اللي هي السرعه الحاليه، اللي هي السرعه المنتظمه النهائيه التي يسقط بها جسم الايماء عندما تتساوى القوه المعيقه اللي هي اف دي مع قوه الجاذبيه اللي هي اف جي، وده نوع اخر من ايضا تطبيقات قوانين نيوتن. عندي نوع اخر من القوة هو النوع قبل الاخير معنا في درسنا اليوم وهو قوة الشد. زي ما احنا شايفين عندي دل بهذه الكيفية معلق في حبل او غيط، فاكيد في شد في الحبل. هذه القوة اطلق عليها العلماء قوة الشد اللي هي اف تي، اف تي فورس اوف تنشن يعني قوة الشد، هي القوة التي يؤثر منها خيط او حبل، قوة يؤثر منها خيط او ايه او حبل. اكيد استرجع معلوماتك كمان مثل هذا الشكل درسناه في الحصص السابقة وأطلقنا عليه اسم، أطلقنا عليه اسم أسمعك أنا سامع صوتك بتكرر معي، أحسنت، أطلقنا عليه مخطط الجسم الحر. مخطط الجسم الحر الذي يبين مجموع القوى المؤثرة على مين؟ على الجسم. فعندي هنا فورس اوف تنشن قوة الشد، فورس اوف جرافيتيشن قوة الجاذبية، الاثنين بيتساووا مع بعض فيظل الحبل في وضع الاتزان. نستكمل يا شباب آخر نوع من أنواع القوى معنا زي ما هنشوف. طبعا هذه برضه قوة شد، في فريقين بيشد احدهم يد يلزم احدهم اليمين والاخر اليسار بهذه الكيفيه. طبعا لو القوتين متساويتين تبقى المحصله زيرو ويبقى الجسم ساكنا. ارجو ان شاء الله تكونوا متابعين كويس. اخر قوه معنا في درسنا اليوم معنا القوه العموديه. القوه العموديه هي امامنا سياره على الطريق، واضح ان اي جسم موجود على سطح الارض او في اي مكان له وزن، له وزن على سطح الكره الارضيه. ايضا كذلك الارض تؤثر بقوه مضاده لاعلى نسميها النورمال فورس اللي هي اف ام، وهذه القوه دائما او في معظم الحالات الافقيه تساوي وزن الجسم في معظم الحالات. لكن هل دائما يا شباب معلومه مهمه وتيجي في التحصيل، هل دائما القوه العموديه تساوي وزن الجسم في جميع الحالات؟ ابدا لا يحدث ذلك الا في حالات معينه. خلينا نقرا التعريف. هي قوه التلامس، وتذكر انواع القوه اللي درسناها من قبل عزيزي الطالب لما قلنا من انواع القوه تلامس وقوه مجال. هذه قوه التلامس يؤثر بها سطح الجسم، يعني لازم الجسم يكون موجود على سطحه، وتكون دائما عموديه، ولذلك سميت القوه العموديه. سميت القوه العموديه على مستوى التلامس بين الجسمين. اذا الان الخص كلامي سريعا عزيزي الطالب، تكلمنا اليوم على أربعة أشياء هامة جدا، تكلمنا عن درس الكتلة والوزن والفرق بينهما، خدنا القانون وحللنا جزء بسيط كتدريب، وأنت المفروض ساعدني معك ورقة وقلم وحسبتك وتشتغل معايا. ثم تحدثنا عن ثلاث أنواع من القوة وهي القوة المعيقة، قوة الشد في الحبال، ثم القوة العمودية. عزيزي الطالب قبل أن أنهي الحديث معك أمامك الآن ورقة عمل تطبيق على الدرس، أرجو الدخول على الشير ريفيو على حسابك. تفضل مشكورا تحليلي ورقه العمل دي وتعيد ارسالها لي ثاني، وان شاء الله الى الفتره القريب في الدروس القادمه. في امان الله.